يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. حلقه جديده والسادسه 72 ساعه فاصله. الاهلي امام مواجهه هي الاهم على مدار الموسم، خمس عصافير بحجر واحد، ده يمكن يكون العنوان الاهم في المواجهه. العصفور الاول هو بالتاكيد طبعا انك تحقق اللقب الاهم على مستوى قاره افريقيا، اهم بطوله، اكبر بطوله، بطوله دوري الابطال. الثاني انك انت تكسر الرقم القياسي المسجل بالفعل باسم نادي الاهلي من 9 بطولات دوري ابطال، يوصلوا باذن الله يبقوا 10 وتبعد عن اقرب المنافسين بينك وبينهم، هيبقى مشوار طويل الحقيقه. تتكلم على 5 بطولات دوري ابطال فرق بينك وبين نادي الزمالك المصري طبعا صاحب المركز الثاني، ومازيمبي كمان بيحتل المركز الثاني برصيد 5 بطولات. المكسب الثالث وهو انك انت تلعب في كاس عالم للانديه، وده بقى شيء بالنسبه للاهلاويه حاجه كده اتعودنا عليها ومش عايزين ننساها ومش عايزين نبعد عنها، بنبقى في منتهى السعاده والاهلي بيلعب مع كبار انديه العالم، وخصوصا بتزيد سعادتنا لما بنقدر نحقق مركز. ونتمنى ان شاء الله باذن الله بعد ما ربنا يكتب لنا حسم البطوله دي ان احنا ان شاء الله نحقق مركز افضل من المركزين اللي حققناهم قبل كده، المركز الثالث طبعا مع جيل عظيم جدا، جيل مانويل جوزيه، وايضا الجيل ده الحقيقه لا يقل عظمه ولا بريق، وان شاء الله قادر يحقق نفس الانجاز. واهم حاجه كمان المكسب الرابع الحقيقه انك انت تحقق بطوله من مباراه واحده، وليه لا، عملتها مع نهضه بركان بطل الكونفدراليه وخدت سوبر افريقيا، ما فيش مانع كمان تعمل النسخه اللي جايه باذن الله وتقدر تحقق كاس سوبر افريقيا. والمكسب الخامس الحقيقه وده في منتهى الاهميه، حجم الثقه. حضراتكم مش واخدين بالكم قد ايه فرق مع الجيل ده من اللعيبه تحقيقهم لبطوله دوري الابطال في النسخه اللي فاتت ومشاركتهم في كاس العالم للانديه، واعتقد انه ده ظهر بشكل واضح جدا في طريقه ادائهم وفي مستوياتهم على مدار الموسم ده، وكمان هتكون بمثابه رساله رعب وانت بتشارك ان شاء الله في النسخه اللي جايه من دوري الابطال وانت حامل اللقب لاخر نسختين. كل دي مكاسب الحقيقه، لكن يبقى الاهم، يبقى الاهم 90 دقيقه لكل التركيز الحقيقه منصب عليهم. والنهارده هنحاول في السادسه نتكلم مع حضراتكم شويه في الجزئيه الخاصه بكايزر تشيفز. كايزر تشيفز اللي ما قابلناهوش يمكن غير مره واحده في نهائي افريقي، كان نهائي سوبر 2002. طبعا الفرقه اللي بيلعبها النهارده مختلفه وغير، لكن هنحاول نقربكم منها اكتر. خدوا بال حضراتكم، عايز اقول لكم على نقطه في منتهى الاهميه. كايزر تشيفز مش الفريق المخيف، مش الفريق المرعب، مش الفريق اللي تحس انه يعني عنده القدره انه يحط راسه براسك في كتير من المناسبات، لكن الفريق بيتمتع بميزه ومن خلال ارقام، وانا مش بتكلم على رايي ولا وجهه نظر، انا بتكلم على حقائق وارقام. فريق كايزر تشيفز بيتمتع بميزه في منتهى الخطوره. فريق ما عندوش قدره على استحواذ، ارقامه في الاستحواذ والتمريرات ودقه التمريرات الى حد كبير جدا ضعيفه. ما عندوش قدره على صناعه عدد كبير جدا من الفرص، يعني في كل مباراه معدل الفرص بتاعته فرصه او فرصتين بالكثير جدا، القدره على صناعه الفرص. ما عندوش كرات عرضيه كتير، يعني ما بيعتمدش بشكل كبير جدا على فكره العرضيات او الاختراق من العمق، اغلب ماتشاته اعتمد فيها على هجمات مرتده، حتى المباريات الكبيره اللي فاز فيها بسكور كبير على سبيل المثال مثلا سيمبا التنزاني مباراه فاز فيها باربع اهداف كان عنده القدره على صناعه 5 فرص بس سجل منهم 4. ومن هنا يجي اهميه النقطه اللي بكلم حضراتكم عليها، الفعاليه الهجوميه. هذا الفريق فعال جدا 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 في استغلال الفرص بتاعته، حتى ارقامه في الدوري، يعني هو يمكن مشواره في الدوري او نسخه الدوري في جنوب افريقيا مش في احسن اوضاعه، واعتقد بيحتل المركز الثامن، تعرض لخساره 10 ماتشات، كسب 8 ماتشات وتعادل 12 مره، بيحتل المركز الثامن في جدول ترتيب انديه دوري جنوب افريقيا. لكن في النهايه خليني اقول لحضراتكم، وده اللي هنستعرضه مع حضراتكم بالتفصيل من خلال رصد الاهم وابرز ملامح الفريق. هنتكلم على نقاط القوه، هنتكلم على نقاط الضعف، هنتكلم على ابرز اللاعبين، وبالمناسبه هم مش كتير لكن في منتهى الخطوره. إذا أحكم النادي الأهلي السيطرة عليهم قدر يعني ينهي أو يقفل مواطن الخطورة في فريق كايزر تشيفز. على كل أحوال حلقة النهاردة مخصصينها، هنتابع طبعا وصول فرقتنا، فرقة النهاردة هتبتدي يمكن تمرين بعد ساعة أو ساعة ونص من دلوقتي، التمرين المحدد دي الساعة 8، أول تمرين لينا النهاردة في المغرب إن شاء الله، وصولا بقى لميعاد المباراة اللي هتقام يوم السبت على مركب محمد الخامس. خليني اخد حضراتكم لجوله سريعه جدا في اهم
عناوين السادسه. وافكر حضراتكم كمان بسؤالنا اللي مستمر طبعا، افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظر حضراتكم على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام، افضل ثلاث لاعبين في مباراه المقصه الاخيره. عنواننا الاول وعناوين الاخبار: الاهلي يخوض مرانه الاول على ملعب كهرماء بالمغرب. مدرب الاهلي يعقد جلسه خاصه مع جهازه المعاون استعدادا لفريق كايزر تشيفز. عبد الحفيظ وعدلي يعينان ملعب مران الاهلي بالمغرب. وسفير مصر بالمغرب يزور بعثه الاهلي ويلتقي بالكابتن محمود الخطيب. المدير الرياضي لكايزر تشيفز: مواجهه الاهلي مناسبه تاريخيه لن تنسى. وميسي يوافق على تخفيض راتبه بنسبة 50% لتجديد التعاقد مع برشلونة. طبعا احنا متفقين انه الارقام تقول زي ما هي عايزة يعني، واحنا متفقين برضو انه كفة الاهلي هي الارجح بكل المقاييس، لكن ده شيء، والماتش اللي من 90 دقيقة اللي هيتلعب يوم السبت شيء تاني خالص. وقلنا ان كره القدم هي لعبه المفاجات، يعني مفيش مواجهه بتتحسم فيها بالورقه والقلم، مفيش فريق كان منتخب او كان نادي يحسم بطوله لانه الافضل فنيا او الافضل تهديفيا او انه عنده الخبرات او انه عنده رصيد او انه عنده شعبيه او انه عنده جماهيريه، والا ما كانش تشيلسي ياخد تشامبيونز ليج اوروبا على حساب السيتي، والا ما كانتش سويسرا طلعت فرنسا من بطوله اليورو، والا والا والا، قول زي ما انت عايز. فاحنا بس بنقرا مع حضراتكم كايزر تشيفز. وانا يمكن بس بعيدا كمان عن الارقام، حابب كده اعمل مقارنه شويه مع الحاله اللي عاشها جنوب افريقيا بسبب وصول كايزر تشيفز لنهائي دوري ابطال افريقيا، والحاله اللي عايشينها هنا في مصر. بس بعد ما اروح للمغرب بقى، زميلنا من هناك كريم احمد يطمنا على الرحله. رحله اعتقد الى حد كبير كانت طويله، يعني 5 ساعات وشويه في الطياره وساعه الا شويه برضو بالباص عشان يوصلوا مقر الاقامه. فبالتاكيد رحله كانت مرهقه. نطمن كمان على اول ايام فرقتنا في المغرب، مقر الاقامه، الاجواء الاحترازيه، الاجراءات الاحترازيه، حاله ملعب التدريب. خلينا نروح لكريم احمد زميلنا من المغرب، يدينا صوره عن اول ايام فرقتنا ان شاء الله وفي تحضيرها واستعدادها لمواجهه كايزر تشيفز. كريم، مساء الخير واهلا بيك. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني هبدا معاك طبعا بالحديث اللي انت بتاكد عليه طبعا، وهي مباراه كايزر تشيفز. التاريخ طبعا معروف على النادي الاهلي وقيمته الكبيره، لكن كل الامور دي واصله لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، بدايه من مجلس اداره النادي الاهلي لكل اللعيبه. 90 دقيقه لا حسابات خاصه ولا يمكن امور عديده مع بيتسو سيماني ومع كل اللاعبين، عارفين اهميه المباراه وعارفين اهميه المرحله وعارفين ان يمكن فريق كايزر تشيفز اول مره في تاريخه الحقيقه يوصل لهذه المرحله، فعنده دوافع كبيره جدا ويمكن مركز بشكل كبير، لكن احنا تركيزنا اقوى. الحلم الكبير اللي منتظره جمهور النادي الاهلي ده يمكن حاطط عبء كبير جدا على اللعيبه، وان شاء الله كل ده يكون مترجم في 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي يوم السبت 8 مساء بتوقيت كازابلانكا، 9 مساء بتوقيت القاهره، ويا رب ان شاء الله عقب ال 90 دقيقه ما نوصلش بقى الاكسترا تايم ولا نوصل اي امور طبعا يعني ما نتمناهاش، ان شاء الله تنتهي 90 دقيقه ويكون النادي الاهلي حامل اللقب ومدافع عن اللقب والبطوله العشر ان شاء الله يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. الحقيقه النهارده طبعا يعني نقدر نقول اليوم الاول واليوم الفعلي والتحضير الفعلي. كريم، ممكن تكلمنا على رحله امبارح اكتر؟ يعني نبتدي بالرحله من بدايه من مغادره المطار، رحله كانت طويله 5 ساعات، الكلام اللي كان بيدور بين اللعيبه وبين بعض، الحاله اللي عاشتها الفرقه في اثناء الرحله الطويله دي، عايز اعرف تفاصيلها كده، هتدينا انطباعات وتدينا رسائل مهمه. يعني نقدر نقول في البدايه توفير طياره خاصه، وجود مجلس اداره النادي الاهلي وكل الترتيبات الهامه جدا، ده امر مهم وامر مفيد جدا الحقيقه طبعا. يعني مجلس الاداره بيحاول يوفر مناخ طيب ورائع ومميز جدا لكل اللاعبين. يعني كالعاده طبعا طيارتنا كانت 4 مساء طبعا بتوقيت القاهره، 5 ساعات و10 دقائق وصلنا مباشره الى مطار كازابلانكا. وجود طبعا مندوبي السفاره ومسؤولي السفاره، لان يمكن السفير اشرف يمكن عنده حاله وفاه، واكيد طبعا من خلالك بنقول له البقاء لله. والحقيقه يمكن هو من الشخصيات المميزه جدا، وعلى طول كان في اتصال مستمر مع الكابتن عبد الحفيظ، الكابتن محمود الخطيب، مجلس الاداره بالكامل، وده امر كان مهم جدا طبعا يكون في تنسيق اداري على اعلى مستوى. مجرد طبعا وصلنا الى فندق الاقامه، الفندق المعتاد اللي يمكن بيتواجد عليه النادي الاهلي، الامور الاداريه زميلي احمد بتكون مهمه جدا وبتكون ليها ترتيبات هامه جدا لكل
اللاعبين، والامر ده الحقيقه يعني متروك للكابتن سيد الكابتن سمير عدلي. الحقيقه يعني شعله النشاط، ويمكن زي ما بيلقب بعميد اداريين العالم كابتن سمير عدلي، واحد من القامات الاداريه الكبيره جدا. الامور دي كانت هامه جدا لكل اللاعبين والجهاز الفني، والحقيقه الفندق طيب والامور طيبه جدا حتى هذه اللحظه. الفندق الاقامه بنعمل ان شاء الله مع مرور الايام حتى يوم السبت ان شاء الله باذن الله كل الامور دي كلها مردود كبير جدا مع فريق النادي الاهلي. عقب الوصول مباشره يمكن وصلنا في ساعه متاخره، يعني نقدر نقول 9 او 10 مساء طبعا بتوقيت المغرب. انت عارف الحظر هنا زميلي احمد بيبدا من 11 حتى الرابعه فجرا، ما كانش في طبعا اي تواجد بالنسبه للشعب طبعا او يمكن كل المحبين للنادي الاهلي سواء جمهور الرجاء جمهور الوداد. لكن عندنا امل بقى ان احنا النهارده نشوفهم من خلال تحركنا الى ملعب التدريب ملعب كهرماء الدار البيضاء النهارده، اللي ان شاء الله النادي الاهلي يخوض عليه اول التدريبات النهارده. يمكن كمان اليوم الاعتيادي والخاص بفريق النادي الاهلي بالنسبه لوجبات الفطار الغداء، لكن الامر اللي كان مهم جدا الحقيقه طبعا هو وصول السفير اشرف ابراهيم طبعا لفندق الاقامه للاطمئنان على بعثه الفريق، حديثه مع الكابتن محمود الخطيب اللي يمكن اكيد طبعا زي ما اكدت لك وجه له طبعا خالص التعازي. تواجد المعالي وزير عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وزير رياضه الاسبق دكتور محمد السراج الاستاذ خالد رندالي الاستاذ خالد مرتجي. الحقيقه كل مجلس الاداره كان برفقه السفير طبعا اشرف ابراهيم. الترتيبات كالعاده طبعا بالنسبه للتنقلات التامين هيكون عامل ازاي بالنسبه للايام دي حتى موعد المباراه ملعب التدريب، الامور دي الحمد لله منسقه بشكل طيب وجيد جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الجانب الاداري الجانب الفني بقى النهارده كمان منتظرين. لا خليني اسالك بس حاجه الاول حاجة كمان كريم في نفس موعد المباراه في رحله امبارح مستر موسيماني كان بيعمل ايه اثناء يعني تكلمي على 6 ساعات بدايه من اللحظه اللي اتحركت فيها من القاهره لغايه لما وصلت الفندق والإقامة في المغرب. مستر موسيماني في الفترة دي كان بيكلم في المباراة بيكلم على كايزر تشيفز ولا كان في يعني فاصل تماما عن الحدث أو ما فتحش سيرة اللقاء من قريب أو من بعيد؟ يمكن لا بالتاكيد لا، يعني لا صوت يعلو طبعا على صوت المباراه والتحضير بالنسبه للمباراه. التعليمات واضحه جدا لكل اللعيبه، كل اللعيبه بتتابع، ويمكن في بعض طبعا الهايلايتس الخاصه بفريق كايزر تشيفز موزع على فريق النادي الاهلي وعلى اللاعبين، ويمكن المباراه كمان الاخيره اللي بيتابعها كل اللاعبين. يمكن اكدت النقطه دي زميلي احمد اكتر مره في الطائره، كل لعيب تلاقيه ماسك اللابتوب بيتابع وبيتفرج بيشوف يمكن الاخطاء اللي غلط فيها ايه في المباراه الاخيره. المباراه الاخيره طبعا بالنسبه لبطوله الدوري العام وايضا كمان في دوري ابطال افريقيا. موسيماني الحقيقه يمكن عامل مجهود كبير جدا بالنسبه للتحضير، بيجي له كمان حاجات من جنوب افريقيا موشا كمان طبعا موسى ايضا كمان ويوشا محلل الاداء اللي بيقوموا بدور كبير جدا في تحضير كامل يمكن على مدار الست ساعات. يمكن هي الرحله استغرقت 5 ساعات و10 دقائق، لكن الكل محضر والكل مجهز النهارده. كمان زي ما بقول لك زميلي احمد منتظرين عقب انتهاء المحاضره هنشوف في الملعب بيتسو موسيماني مأكد على ايه، هيأكد على اللعيبه ازاي هنقدر ان احنا نتخطى هذه المباراه. عندهم اطوال وعندهم سرعات فريق كايزر تشيفز، لكن باكد لك قراءات مستر بيتسو موسيماني الحقيقه الفنيه الرائعه اللي احنا شفناها الايام الماضيه في بطوله الدوري العام مديانا ان شاء الله حافز وامل كبير ان كمان تكون القراءه دي اكثر من رائعه سواء قبل المباراه وايضا على مدار ال 90 دقيقه. الامور طيبه جدا زميلي احمد، بس بنتمنى ان احنا نشوف تدريب النهارده نشوف حاله اللاعبين الامور ازاي، لكن المعنويات مرتفعه والتركيز باين والحماس موجود لكل لعيبه النادي الاهلي وده شايفينه. لعيبه بتتحرك فندق الاقامه، الاجراءات الاحترازيه هنا مشدده جدا طبعا كالعاده. انت عارف زميلي احمد احنا في فريد زون طبعا يمكن منطقه المغرب طبعا وكازابلانكا تحديدا يعني فيها طبعا حالات الكورونا عديده، لكن يا رب يحفظ ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي ملتزمه التزام كبير جدا مع كمان الجهاز الطبي برئاسه الدكتور احمد ابو عبله طبعا رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي اللي يمكن بياكد في كل مره طبعا على الاجراءات الاحترازيه المشدده، وده امر مهم جدا. بنتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ بس على لعيبه النادي الاهلي خلال الايام القادمه، ويا رب ان شاء الله باذن الله البطوله العشرة تكون في دوله بطولات النادي الاهلي. مستوى الاهتمام والمتابعه في المغرب بلقاء بيجمع بين بطلاي مصر وجنوب افريقيا كريم، تكلمني كده عن الجماهير وسائل الاعلام المغربيه ازاي بتبص او بتتابع المباراه؟ الحقيقه في دعم كبير جدا هنا من اشقائنا طبعا في المغرب بشكل عام وجمهوري طبعا الرجاء والوداد، في دعم كبير ومسانده كبيره جدا بقيمه النادي الاهلي الكبيره. كل ما بنقابل حد الحقيقه يقول لك ان شاء الله تفوزوا، بدر بنون يحرز هدف، حسين الشحات يحرز هدف، تساله انت بتشجع يقول لك الرجاء، تساله انت بتشجع يقول لك الوداد. روح طيبه جدا وجميله جدا طبعا بالنسبه لاشقائنا هنا في المغرب، وده مش يمكن مش جديد على تواجدنا هنا، ما بيكونش الطرف بالنسبه للمباراه طرف مغربي، الامور كلها بتكون مع النادي الاهلي، وده امر مهم جدا بيساعد اللعيبه بشكل كبير. وسائل الاعلام طبعا لا حديث يعلو عن هذه المباراه، ويمكن الكل متفائل بالنسبه لهذه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هنا يمكن باكد زميلي احمد في فندق الاقامه وفي المعسكر في تفاؤل، لكن في حرص شديد جدا 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 بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وبيتسو موسيماني. احترام الخصم ده يمكن على طول بيتسو موسيماني بياكد على هذا الامر. لعيبه كايزر تشيفز عندهم دوافع، شفنا مباراه المقاولين وشفنا المساحات والتضييقات، ممكن نشوف هذا الامر، فيمكن السيناريوهات كثيره جدا وعديده جدا بالنسبه لبيتسو موسيماني. بنامل ان شاء الله
باذن الله يقف على التشكيل الامثل، يكون قراءه جيده جدا بالنسبه لكايزر تشيفز، نقاط القوه والضعف، كل الامور دي ان شاء الله يكون مميز جدا فيها. ويا رب ان شاء الله باذن الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله باذن الله نعود بالبطوله العاشره، يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي، وكالعاده النادي الاهلي يحافظ على اللقب البطوله العاشره ان شاء الله. زميلي التمرين يبدا 8 صح كريم؟ بالتاكيد 8 طبعا بتوقيت كازابلانكا هو موعد المباراه. الجو يمكن مقبول شويه، في درجه حراره صباحا، لكن في موعد المباراه الحقيقه امس كان الجو رائع، درجه الحراره كانت 24، ممكن كان فيه بروده بسيطه شويه، ده امر ومؤشر مهم جدا. بنعمل يوم السبت يا رب ان شاء الله نفس الطقس ونفس الاجواء ويكون احسن من كده كمان، ويا رب ان شاء الله باذن الله الامور تكون جو كوره يعني جو كوره. طيب عظيم جدا، بشكرك طبعا، شكرا جزيلا زميل عزيز زميل عزيز كريم احمد، كنت معانا من كازابلانكا من المغرب. كل التوفيق طبعا للفرقه اللي هتبدا استعداداتها لمواجهه كايزر تشيفز. طيب انا كنت بكلم حضراتكم قبل ما نروح لكريم في المغرب على الحاله اللي حاصله في جنوب افريقيا، ويمكن ده هتقروه في تصريحات موتونج جونيور، وده المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز الجنوب الافريقي، اتكلم شويه عن الماتش. احنا يمكن التصريحات دي خاصه لبرنامجنا، برنامج السادسه، وانا الحقيقه يمكن من ضمن بين السطور كده لاحظت انه في حاله. احنا زمان لما كان نادي مصري، مش بس الاهلي، اي نادي مصري كان بيلعب في بطوله افريقيا او في نهائي بطوله افريقيا، كان دايما بتحس، مش عارف هي السوشيال ميديا اللي عملت ده ولا 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 ثقافه جيل جديد ميل شويه للعنف او للتطرف، مش فاهم بصراحه. لكن انا اللي تعودنا عليه طول عمرنا لما كان في اولى وثانيه وثالثه، قناه اولى وقناه ثانيه وقناه ثالثه، انه لما كان في فريق مصري مقاولين، اسماعيلي، زمالك، اهلي، كانوا بيقولنا كده انه بيلعب باسم مصر، فكنت تلاقي حاله التوحد كلها ورا الفريق ده، كنت تلاقي مصر كلها واقفه في ظهره، وسائل الاعلام، الصحف تطلع او في منشطاتها تتكلم انه الفريق ده اكس واي زد، مش بس والله بتكلم على الاهلي، بتكلم على اي فريق مصري. وانا شايف ان ده الطبيعي والمنطقي، يعني اولاد بلدي في الاخر، في بينا منافسه، في بينا يعني دي، ودي حلاوه كره القدم. لكن ابدا عمرها ما توصل لفكره ان انا اكره او ان انا احب لحد تاني غريب عليا انه يفوز على ابن بلدي عشان خاطر احنا بنتنافس بيننا وبين بعض. يعني الفلسفه، المنطق ده مش قادر استوعبه، وخصوصا لما يطلع من ناس مسؤوله وناس كانت نجوم وناس ليها جماهير بتقلدها وبتشوف هي بتفكر ازاي وبتفكر زيها. عيب جدا، عيب جدا انه حد يطلع يتكلم على اي نادي مصري بيمثل مصر في بطولة افريقيا يقول لك انا مش هشجعه، اشجع الفريق التاني الخصم. باي منطق، باي طريقه تفكير، باي فلسفه، باي عقليه، باي، يقول زي ما انت عايز، شيء مش ممكن الحقيقه. وقلت قبل كده مرارا وتكرارا، انا ما عنديش مشكله ابدا انه الخلل ده يكون عندك، بس عندي مشكله انك انت تعلن عنه، عندي مشكله انك تتكلم فيه، عندي مشكله انك تجاهر بيه قدام الناس. على كل الاحوال خلينا نرجع لجنوب افريقيا. يمكن موتونج جونيور كان بيتكلم على انه مدرك تماما انه مواجهه كايزر تشيفز للنادي الاهلي بتعتبر بالنسبه لهم طبعا في جنوب افريقيا مناسبه تاريخيه لن تنسى، لن تمحى من الذاكره زي ما صرح تحديدا. واتكلم في يمكن في تصريحاته على المواجهه المنتظره، وقال طبعا احنا مدركين تماما انه بالنسبه لنا مباراه نهائي تشامبيونز ليج افريقيا مش النهايه، لكن هم شايفينها بدايه ان هم يكتبوا تاريخ جديد لنادي كايزر تشيفز في بطولات افريقيا. خدوا بال حضراتكم، النادي ده لاول مره بيوصل لنهائي بطوله تشامبيونز ليج، وده في حد ذاته دافع كبير جدا. هو اكد على الناحيه دي، احنا عارفين ان احنا اول مره بنوصل مع نادي يحتكر البطولات الافريقيه، بيتكلم عن النادي الاهلي ويعتبر اكبر نادي على مستوى قاره افريقيا، ولكن احنا كمان بنحتفل او بنشتغل على نفسنا، بنحاول ان احنا نطور من مستوياتنا، بنحاول ان احنا نعالج مناطق الضعف عندنا او نقط الضعف عندنا عشان نبقى جديرين بتحقيق البطوله، لان احنا في طريقنا، على حد تعبيره، في طريقنا للوصول للمرحله دي قدرنا ان احنا نقصي فرق كبيره جدا وابطال ليها اسماء محترمه جدا على مستوى القاره الافريقيه. اللي لفت نظري بقى هو حاله التوحد اللي اتكلم عليها، واللي كنت بكلم حضراتكم انها كانت تقليد او كان جزء من ثقافه المصريين زمان. يمكن عشان ما كناش بنلعب افريقيا كتير، او يعني ما كناش بنوصل، يعني الاهلي النهارده ما شاء الله تقريبا كل سيزون وصل قبل نهائي او وصل لنهائي او بيحقق بطوله، فتعودنا شويتين. فبقى لما اقول لك انه الاهلي رايح يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا عادي يعني الجديد، فما فيش
مفيش حاله ده بالنسبه للاهلاويه، اما بالنسبه لبقيه المصريين فانا برضو ما تقدرش تلمس او تحس انه حاله المسانده لفريق مصري. بتكلم هنا بقى على وسائل الاعلام، بتكلم هنا على السوشيال ميديا، بتكلم على الصحافه، انه حاله المسانده لفريق مصري رايح يلعب في نهائي اكبر بطوله في افريقيا للعام الثاني على التوالي، ما هو صاحب او هو حامل اللقب، ما تحسش بحاله التوحد دي موجوده عندنا قوي. لكن خد بالك موجوده قوي في افريقيا، وخد بالك الحاجات الناحيه المعنويه دي بتفرق. فكره انك انت تعوض، وده اوقات كتير جدا منتخب مصر عمل ده، ممكن في اوقات كتير جدا حاله الدعم والمسانده والحشد الجماهيري دي بتفرق معنويا ونفسيا مع فريق ممكن يكون اقل فنيا، فتعوضوا عن الفوارق اللي موجوده بينه وبين الفرق المنافسه. يعني كتير من المناسبات المنتخبات المصريه مثلا وحتى منتخبنا الاول بيتهيألي كده انه الدفعه المعنويه اللي خدها في 2006 مثلا عوضت كتير جدا من الفوارق، وطبعا كانت البطوله على ارضنا فقدرت تكسب، والمكسب بيجيب مكسب، جبت بعدها 2008 وجبت بعدها 2010، وفي مناسبات كتيره جدا حاله الدعم المعنوي ده فرقت مع انديه ومنهم النادي الاهلي وغير نتائج وحسم نتائج بطولات. عشان كده اتمنى انه الشكل ده ونعلم الناس الكبيره، الناس اللي فاهمه، الناس اللي عاشت ده، تعلم كمان اللي طالع انه الرياضه في الاخر المنافسه من الضروري انها ما تقودناش لفكره الكراهيه. هروح مع حضراتكم للكاف، شكل المباراه دي نقطه مهمه في منتهى الاهميه الحقيقه. الكاف اتكلم على بعض النقاط فيما يتعلق بعمليه تنظيم المباراه، اتكلم ان طبعا المباراه من 90 دقيقه اذا ما تم انتهائها بالتعادل هيتم الاحتكام لوقت اضافي، بدايه مش هيبقى في ضربات جزاء على طول، لا هيبقى في وقت اضافي من 30 دقيقه، واذا استمر التعادل هيتم الاحتكام لضربات الترجيح. فيما يتعلق بالتغييرات اقر الاتحاد الافريقي ان يكون في 5 تغييرات لكل فريق، واذا استمرت المباراه لوقت اضافي هيسمح بتغيير سادس لكل فريق من اصل 9 لاعبين هيسمح بوجودهم على دكه البدلاء. يعني كل فريق هيبتدي المباراه وعنده على البنش بره 9. لو المباراه خلصت في الوقت الاصلي يعني هيكون مسموح لي في وقت اصلي بتاع المباراه 90 دقيقه انك انت تغير 5، لو استمرت وقت اضافي يبقى هيسمح كمان بتغيير سادس حسب طبعا حاجه كل فريق. وطبعا اكد على النقطه اللي اكد عليها الاهلي طبعا مرارا وتكرارا، لان احنا اكتر ناس اتلسعنا من الشوربه فنفخنا في الزبادي زي ما بيقولوا، يعني اكتر فريق يمكن ضاعت منه بطولات بسبب الاخطاء التحكيميه على مستوى قاره افريقيا. انا مش بتكلم على مصر دلوقتي، سيبك من مصر دي نبقى نجيلها بعدين، بس يمكن اخطاء كتيره جدا ادت لخساره النادي الاهلي ماتشات كانت مؤثره، مباريات كانت فاصله في بطولات افريقيه. واكد الاتحاد الافريقي على وجود تقنيه الفار في المباراه اللي جايه. سريعا جدا اقول لكم على ميسي انه خلاص جدد، عشان كان في ناس كتير منتظره انه يغير وجهته، كلام عن برشلونه مش هيجدد، لا هيجدد، لا جدد خلاص، وافق ميسي على انه يخفض مرتبه بنسبه 50%. طبعا حسب بعض وسائل الاعلام في اسبانيا كان في ديل طبعا مختلف، زي سبورت الكتالونيه اللي قالت انه نادي برشلونه طبعا من المتوقع انه ياخد على او يحصل على الموافقه من رابطه الدوري عشان يسجل ليونيل ميسي على قوته، وبكده يبقى اتحسم مصير ميسي بشكل نهائي. خلينا نروح لفاصل ونروح بعد كده لجنوب افريقيا من خلال لقائنا بواحد من سكواد ومن فريق كايزر تشيفز اللي كان قابلنا قبل كده في 2002، ريني ريتشارد هيكون نجم طبعا كايزر تشيفز السابق، هيكون ضيف علينا في السادسه، بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. طبعا قصه يمكن ما كانش حد يتوقعها واحنا بنبتدي البطوله انه كايزر تشيفز يصل للمباراه النهائيه، يمكن تكون واحده من اكبر المفاجات. وزي ما قلت لحضراتكم الفريق مبهم الى حد كبير، عروضه مش قويه لكن عنده القدره على تحقيق النتائج اللي توصله للمرحله اللي هو عايز يوصل لها. هيكون معانا واحد من كتيبه كايزر تشيفز اللي لعبوا قدام النادي الاهلي المصري في السوبر الشهير طبعا 2002 حسم النادي الاهلي لصالحه بنتيجه 4-1، ريني ريتشارد نجم كايزر تشيفز السابق ضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه طبعا بشكرك على وجودك معانا واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. Thank you so much. I really appreciate it. شكرا جزيلا على تواجدي معكم، انا ممتن جدا لهذا الامر. خليني بس قبل ما اتكلم على اللقاء المنتظر اللي هيجمع بين كايزر تشيفز والاهلي يوم السبت اللي جاي، ارجع معاك فلاش باك للمواجهة الأولى اللي حصلت 2002 بين الناديين وذكرياتك، أكتر حاجة تفتكرها خصوصا المباراة دي يمكن أقيمت في القاهرة على ملعب النادي الأهلي وسط جماهيره.
to play against Al Ahly, it was أن very تلعب tough. أمام الأهلي It was على أرض very, كان very tough. أمرا صعبا جدا جدا. Like I said earlier, with the fact that كما قلت they الأهلي وأشهر نادي في أفريقيا وأقوى نادي في أفريقيا, فريق منظم جدا وقوي جدا. عانينا أمامه تماما, فريق منظم 100%, لا تستطيع أن تمر خلاله كثيرا بسبب جودة اللاعبين, لديهم لاعبين رائعين. فكذلك الأحد عشر لاعبا عندهم لاعبين رائعين, وكذلك دكة البدلاء. فكان أمرا صعبا جدا أن تلعب أمام الأهلي على أرضه. البعض بيعتقد أنه كايزر تشيفز كان مفاجأة نسخة دوري الأبطال الموسم ده, وان وصوله للمباراه النهائيه بتخليه الحصان الاسود للبطوله. من وجهه نظرك, هل كنت بدايه تتوقع وصول كايزر تشيفز لمباراه النهائي نهائي دوري الابطال؟ ومن وجهه نظرك, اهم الاسباب اللي ساعدت الفريق على الوصول للمرحله دي؟ انا توقعت ان يصلوا للنهائي, بالطبع توقعت ذلك, لأن كما تعرف قارة أفريقيا قارة كبيرة ويوجد العديد من الفرق الجيدة, وكذلك كايزر تشيفز لديه العديد من اللاعبين الجيدين ولديهم قدرات خاصة, فبالتالي توقعت ذلك. وكذلك الأمر عندما كنت ألعب مع نفس الفريق, الأمر كان متوقعا 100% أن تصل لهذه المرحلة, وليس فقط ذلك, وإنما أن تلعب بهذه التشكيلة كان أمرا جيدا. ويجب أن تكون مستعدا جدا لهذه البطولات الأفريقية, هذا النوع من البطولات الأفريقية, على مستوى الأداء وعلى مستوى التشكيل. فبالطبع نادي كايزر تشيفز يستطيع ان يصل ابعد من ذلك. طب خليني هرجع تاني للمباراه النهائيه, بس هكلمك على المستوى المحلي. يعني ما فيش مقارنه الحقيقه, اذا كنا بنتكلم على فريق كان عنده القدره انه يوصل لمباراه نهائي دوري الابطال, فاحنا على المستوى المحلي يبدو انه كايزر تشيفز بيعاني. ويمكن معلوماتنا كمان ان كان في يعني غضب جماهيري على الفريق وعلى نجومه بسبب الارقام اللي بيحققها في الدوري الجنوب افريقي واحتلاله المركز الثامن في ترتيب الفرق. Yeah, in the league. Yes. Okay. Yeah, I think the players they were more inspired. أعتقد أن اللاعبين كانوا أكثر إلهاما وأكثر تحفيزا للعب في البطولة الأفريقية أكثر من اللعب في البطولة المحلية, لذا هذا هو السبب. وكلام على إنه كان في غضب من جماهير فرقة كايزر تشيفز في الفترة الأخيرة, وهل يعني موجة الغضب دي ما زالت مستمرة ولا اتغيرت لدعم صالح الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي؟ لا طبعاً, طبعاً الجماهير الآن سعيدة. هم الأمر تغير تماماً من بعد التأهل للنهائي البطولة الأفريقية. الآن الفريق في المباراة النهائية, الجماهير هدأت, الجماهير الآن تؤمن بالفريق أكثر, الآن تدعم الفريق. طب هكلمك على مشوار الفريق في دوري الأبطال, لأنه على الأقل بعد انتهاء دور المجموعات بداية مع مواجهة سيمبا التنزاني قدم الفريق عرضين متباينين, ومع حتى الوداد المغربي قدم عروض يمكن تكون ناجحة دفاعيا, لكنه لم يقدم المردود اللي يأهله لتأكيد جدارته بحسم بطولة بحجم بطولة دوري الأبطال. ازاي بتشوف ده, وازاي بتشوف تأثير ده على مواجهته للأهلي اقوى فريق في القارة الأفريقية وحامل اللقب بالمناسبة؟ اعتقد ان هذه الطريقة كانت تنجح امام العديد من الفرق, الطريقة الدفاعية. وخلال رحلة دوري المجموعات كان كايزر تشيفز يلعب بأداء متباين وأداء تكتيكي جيد أمام العديد من الفرق, لكن هذا الأمر بناء على كل مباراة, يعني الأمر يختلف من مباراة لأخرى, وأعتقد أن الفريق يتطور هجوميا أكثر فأكثر. في رأيك أو في وجهة نظرك, كيف سيواجه كايزر تشيفز النادي الأهلي؟ هل تتوقع أنه يلجأ لنفس الأسلوب الدفاعي, ولا
بما انها مباراه واحده ومن 90 دقيقه ما فيش ليها جوله ثانيه، ممكن يلعب مباراه مفتوحه نوعا ما هجوميا، يعني يتخلى عن تحفظه الدفاعي ويقدر ياخد المبادره من النادي الاهلي. أعتقد أن هذا الأمر سيعتمد على أول المباراة. الفريق الأهلي يلعب كمجموعة، فريق منظم جدا، يلعبون كرة منظمة، لذلك أعتقد أن كايزر تشيفز سينتظر طريقة لعب الأهلي لنرى كيف سيتم الأمر. الأهلي يلعب كرة متكاملة، فأعتقد هذا يعتمد على سير المباراة. طب بمناسبة كرة الأهلي، خليني أسألك عن تجربة موسيماني، بما أنك ذكرت كرة النادي الأهلي وأنها كرة متكاملة، إيه رأيك في تجربة موسيماني مع النادي الأهلي؟ وهل يعتبر، طبعا موسيماني بالنسبة له فرقة كايزر تشيفز تعتبر كتاب مفتوح، هل ده برضو من الممكن أن يؤثر في طريقة تعامله مع المباراة أو رسمه لخطة وتكتيك النادي الأهلي ولا لا؟ أعتقد في بداية الأمر كوتش بيتسو لديه علاقة جيدة معه، هو مدرب لديه تأثير كبير على الفريق، أعتقد أنه سيؤدي أداء كبيرا، هو يعرف الفريق جيدا، لذلك سيعلم لاعبيه، وخصوصا فريق كايزر تشيفز لديه معروف لعب أمامه العديد من المباريات، فربما يستطيع الأهلي يستطيع الفوز بالمباراة وربما لا. كلمني عن أميز أو أخطر أو أفضل لاعيبة النادي الأهلي من وجهة نظرك إذا كنت تابعتهم، وإذا ما كنتش حتى تعرفهم بالأسماء ممكن تقولهم بالأرقام. أعتقد اللاعب رقم 9 ولاعب آخر نسيت رقمه، لاعبين جيدين جدا، لا أتذكر الأسماء جيدا، لكن لاعبين جيدين وأقوياء، لاعبين جيدين بالكرة وبدون الكرة. وبالنسبة لجنوب أفريقيا فريق كايزر تشيفز، مين بتشوف أو مين ريني ريتشارد يقدر يقول إنه بيراهن عليه إنه يكون حاسم أو مؤثر في المباراة النهائية؟ But like I said, I can't actually name like individual that I know. Nurkovic. سمير نوركوفيتش طبعا كما قلت قبل ذلك هو من اللاعبين الجيدين الذين سيكون حاسمين في هذه المباراة، وبالنسبة لي خط الوسط سيكون حاسما في هذه المباراة. هل بيعاني الفريق، انا عارف ان الفريق وصل المغرب بالفعل، هل بيعاني الفريق من اي غيابات او اصابات؟ يمكن سمعنا انه حتى نجمه خام بليات يمكن كان بيعاني من شد عضلي. أعتقد أن الإصابات جزء من كرة القدم، فبالتالي يجب على الفريق أن يتعامل مع هذا الأمر، واللاعبين يجب أن يعودوا بأحسن حال، لذلك الأمر يعتبر شيء أساسي في كرة القدم، وهذا نصيب كايزر تشيفز، والأمر حدث كثيرا. لذلك اللاعبين يجب أن يكونوا مركزين ويكونوا حريصين. آخر مباريات كايزر تشيفز في البطولة المحلية، قدم المستويات اللي تطمن جماهيره على قدرته على أنه يخوض النهائي قدام النادي الأهلي من وجهة نظرك طبعا؟ يعني السؤال واضح بالنسبة لآخر الماتشات اللي لعبها فريق كايزر تشيفز على مستوى الدوري المحلي، هل قدم العروض وحقق النتائج اللي طمن جماهيره على قدرته على مواجهة النادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال؟ for me personally I think it was
اعتقد بالنسبه لي الامر شخصيا يعني اعتقد ان الاداء كان جيدا جدا. ريني ريتشارد نجم كايزر تشيفز السابق بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في السادسه، وطبعا بتمنى كل توفيق للنادي الاهلي في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. هنتكلم اكتر على كايزر تشيفز واستعرض مع حضراتكم ارقام ونشوف كده سواء مشاركته في دوري الابطال او مشاركته في الدوري المحلي. ارقام كايزر تشيفز هنتكلم على اهم اللاعبين فيه وارقامهم برضو. يمكن سمير نوركوفيتش زي ما قال ريني ريتشارد بيعتبر واحد من يمكن يكون اخطر لاعب في الفريق. هنتكلم على مواطن القوه والضعف كل ده في السادسه مع دكتور وليد الحديدي اللي هيشرفنا في السادسه، بس بعد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. انا ما بيتهيأليش ان هو جه عندنا هنا مره وكان سعيد ومبسوط زي المره دي، طبعا بعد فوز ايطاليا ببطوله يورو، وده شيء كان هو بيتمناه وتحقق بالفعل الحقيقه يستاهلوها. وزي ما كنت بتكلم معاه معظم المصريين الحقيقه كانوا متعاطفين مع ايطاليا بشكل كبير، وقدرت ايطاليا انها تكون هقول حصان اسود، مش هتكسف ان انا اقول حصان اسود، لانه ما كانش متوقع من ايطاليا انها توصل اساسا المباراه النهائيه، لكن قدموا عروض قويه اعادوا الهيبه للمنتخب او لاسم منتخب ايطاليا، وقدروا يحققوا المستحيل ويفوزوا على انجلترا على ملعبها على ارضها وفوز جمهورها ويحققوا بطوله اليورو. وما تخافوش طبعا مش هنسى الاهلي وكايزر تشيفز، بس لازم اقول لدكتور وليد الحديدي ضيفنا في السادسه الف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك يا استاذ احمد. لا سعيد واضح عليك طبعا. انا بحتفل من ساعتها. عندك باسبور ايطالي ولا ايه؟ احتفل من ساعتها. انا يعني بص حتى على مستوى والله السفر والبلد ايطاليا دي حاله خاصه كده غير كل بالنسبه لي طبعا، هو كل واحد ليه فيما يعشق مذاهب يعني. أيوة. بس حتى ايطاليا كبلد وكناس وكشعب وكتعامل وكروح وكل حاجه فيها مختلفه، فهي ايطاليا بالنسبه لي يعني بجد في الكوره عشق. صحيح، هي الحقيقه هي طول عمرها يعني طبعا. طول عمرها وقدمت نجوم يعني حاجه مميزه فيها طول عمرها فعلا. كل عقد كده كل كام سنه بتطلع فلتة حاجه يعني بتقدم لك حاجه. بس لسه ما قدمتش الفلتة برضه. إيه؟ قدمت جيل بس لسه ما ظهرش يعني. لان فكر انت لو تلاحظ حاجه وبرضه احنا اتكلمنا فيها اكتر من مره، ان المدربين اللي اعتمدت على الفريق على التيم على الجماعيه هي اللي كسبت وهي اللي كملت يعني. صح. المنتخبات اللي كان فيها سوبر ستارز وكانوا هم شايلين على اكتافهم ان هم اللي يكسبوا فرقهم خرجوا بدري. فرنسا خرجت بدري، البرتغال خرجت بدري، بلجيكا خرجت بدري. بلجيكا طبعا كملت لدور الثمانيه بس. أيوه. احنا كنا متوقعين توصل سيمي فاينل وفاينل، بس حظها كان وحش بلجيكا. طبعا اصابه دي بروين قبل البطوله واصابه هازارد، وهازارد ما كانش بيلعب بكل قوته. طبعا يعني انا مجهزين لك بمناسبه ايطاليا صوره لطيفه كده هيعرضها لنا كمان شويه، بس خليني اخد معاك كمان بعض الارقام في الاكثر تميزا، لانه دي بالنسبه لي كانت صدمه يعني. انا مقارنه كده بين اللاعبين الاكثر تميزا في بطوله يورو 2020 وكوبا امريكا في البرازيل. خليني اقول لك مثلا انه اكثر من سجل اهداف في اليورو كريستيانو رونالدو، اكثر من صنع اهداف ستيفن سوبر، اكثر من سجل من كرات ثابته دامس جارد، اكثر من قدم تمريرات يعني ثرو باسز فيراتي، اكثر من خلق فرص دي بروينا، اكثر من قام بمراوغات ناجحه رحيم ستيرلينج، اكثر من قدم تمريرات بين المدافعين بيدري النجم الصاعد الواعد يعني النجم الاسباني، واكثر من قام بلمسات ابداعيه هو بيدري، واكثر من خلق فرص اهداف محققه برضه بيدري. ده فين؟ في اليورو. في اليورو. ايه بقى موضوع الكوبا ده؟ بص كوبا امريكا الحكايه. بص كوبا امريكا قول لي انت ازاي اكثر من سجل اهداف ميسي طبعا. ميسي. اكتر من صنع اهداف ميسي. اكتر من سجل من كرات ثابته اكيد ميسي. اكتر من قدم تمريرات مفتاحيه ميسي برضو. اكتر من قام بمراوغات ناجحه ميسي. هو كان بيلعب لوحده ولا ايه؟ اكتر من قام بتمريرات بين المدافعين ده تنس، ده دكتوره تنس صحيح ميسي. اكتر من قام بلمسات ابداعيه ميسي، واكتر من خلق فرص اهداف ميسي. ميسي 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 يعني التعبير خلينا نقول شرفه الكروي. ميسي كان بيدافع عن شرفه الكروي في هذه البطوله. يعني هو داخل من اول لحظه. أيوة. وعنده ايمان وعنده اصرار. أيوة. ان خلاص هي لازم تحصل دلوقتي، لازم افوز بالكاس مع منتخب بلادي دلوقتي، لان هو كان بيتعرض الحقيقه لضغوط هائله من جوه بلده قبل من بره بلده. حتى حتى المشجعين الارجنتينيين كانوا دايما لما بيجوا يعقدوا المقارنه طبعا ايمانهم بميسي وعظمته، لكن دايما يقولوا ايه ما فرحناش ما فرحناش. فلا يعني ميسي الحقيقه قدم نسخه ميسي بقى بتاع ال 24 وال 25 سنه، ونسخه ميسي 2000
2009 والفترة الفوران الفني. طول عمر ميسي الحقيقة مش بس فترة 2009 ولا ما بعدها، طول عمر ميسي بيقدم لنا يعني إبداعات، لكن وصل لقمة الإبداع في هذه البطولة. أيقونة إيطاليا يعني، ده أعتقد الشخص اللي هتظهر صورته قدامك دلوقتي على الشاشة، ده حد نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وقال ده جدي، جده هو يعني، قال ده فرانشيسكو جده عنده 101 سنة عاش كل لحظات تتويج إيطاليا بالبطولات الكبرى، يعني كأس العالم 34، كأس العالم 38، أمم أوروبا 68، كأس عالم طبعا أول كأس عالم الواحد يشوفه هو يعني طفل صغير، فاكره، فاكر سقراطس في البرازيل، وفاكر جيل البرازيل 82 كان جيل عظيم. طبعا طبعا، يعني فكرة إن هم يخسروا بطولة كأس العالم أصلا يعني طبعًا فكرة كانت غير واردة على الإطلاق. أيوه، كأس العالم 2006 وطبعا كأس أمم أوروبا 2021. يا بخته والله. ده فرح كتير قوي في طيب جاهز نفتح الأهلي وكذا، يلا بينا طبعا. خلينا نروح لفاصل ونرجع نفرد مساحة بقى للمباراة الأهم على مدار الموسم، بس بعد فاصل سريع. مهم جدا قبل ما ادخل في الكلام مع ضيفي طبعا دكتور وليد الحديدي في فكره كايزر تشيفز وارقامه وتقييمه ونقط القوه ونقط الضعف، ان انا اقول لحضراتكم نقطه اعتقد ليها يعني ليها تاثير وممكن تعمل فارق، منها انه اخر ماتش لعبه فريق كايزر تشيفز كان مواجهته للنهائي للوداد في قبل نهائي دوري الابطال. احنا بعد مواجهه الترجي في قبل النهائي لعبنا هنا اربع ماتشات، واخد راي طبعا دكتور وليد تقييمه بدايه لمرحله الاربع ماتشات اللي لعبناهم قبل ما نوصل لميعادنا في نهائي المنتظر، والفرق طبعا بين الاهلي وكايزر تشيفز، ده لعب اربع ماتشات، ده مريح من ساعتها، حتى يمكن بسال اتاكدوا اذا كان في ماتشات وديه، قالوا لي لا ما لعبوش اي ماتشات وديه. شوف، هي مبدئيا دي مدارس، في مدربين او في اراء تقول لك والله لما يكون عندي مباراه كبيره لا انا محتاج قدامها مثلا فتره اسبوع 10 ايام تحضير، كان انا في معسكر مغلق وبركز في المباراه واكتفي بتدريباتي وادخل على المباراه. في مدرسه تانية تقول لك لا انا اذا في فرصه ان انا العب ماتشات احتاج العب ماتشات رسميه واخلي لعيبتي في الفورمه، ايه المانع؟ بدام ده مش هيأثر او يعني الضغط ده هيعمل لي مشاكل بدنيه او مشاكل في الاصابات. تمام. انا مع المدرسه الثانيه، والحقيقه الاربع ماتشات اللي لعبهم الاهلي على الرغم ان كان فيهم ضغط وده طبيعي ومنتظر يعني، واربع ماتشات مع فرق اربع ماتشات مع فرق كبيره كويسة. لكن سبحان الله شكل الفرق، الشكل التكتيكي للفرق وتعامل بيتسي وموسيماني معاهم ولعبت الاهلي معاهم خلال الاربع مباريات كان هدية يمكن قدرية خلت بيتسو موسيماني يقف برجليه على كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل في مباراة كايزر تشيفز. بمعنى مباراة زي مباراة المقاولين لما الأهلي لعب والمقاولين لعب زون ديفنس اللي هو يعني دفاع مستميت. أيوة. ودي الطريقة غالبا بوهري قدام جد وأكتر وأكتر لا يعني المقاولين فعلا كان دفاع حتى الموت عملوا حيطة فعلا. فهي دي الطريقة غالبا اللي كايزر تشيفز هيبدأ بيها مباراته، هيبدأ طبعا مع مجريات الاحداث الحته دي والله هاجي لك فيها. يعني انا حاسس انه ماتش 90 دقيقه انا مش عايز افتح في كايزر تشيفز، خلينا طب كمل كلامك على مرحله الاربع ماتشات بتوع الدوري. طيب الشكل ده او الاختبار ده خاضه نادي الاهلي ونجح فيه بيتسو موسيماني لما عمل تبديلات ما بين الشوطين وغير هو نفسه الراجل في تصريح يعني ما بنشوفوش كتير، قال لك انا فهمت المقاولين غلط او درستهم غلط يعني يعني الراجل اعترف قال انا كنت متخيل حاجه ونزلت لقيت حاجه ثانيه. فالاهلي قدر يتعامل فنيا مع فريق بيلعب بزون ديفنس، والحقيقه المقاولين كان عامل مباراه دفاعيه لحد طبعا ما الدنيا بدات تفك والاهلي احرز هدف في الاول، مباراه دفاعيه عظيمه. هنا هو هكتب عندي ملاحظه، اهميه انك تاخد المبادره دايما بتسهل الامور انك انت طبعًا تسجل اولا، دي تفتح كل طبعًا الطرق طبعا وتطلع ودي كل تفرق مع كايزر تشيفز كمان. لما نيجي لكايزر تشيفز هنتكلم فيها. الاختبار الثاني لما تلاعب فريق بيلعب كره هجوميه مفتوحه سموحه، ساعتها الاهلي بسهوله قدر يتعامل لان هي دي الطريقه اللي بتوصل لعيبه الاهلي لقمه ابداعاتهم الفنيه، انه يلعب في مساحات والاهلي مليان مهارات ومليان سرعات في خط الهجوم وخط الوسط والطريقه دي. شفت جون الشحات اللي اتحسب اوفسايد؟ يعني انا بص من الاهداف في اهداف كده تزعل الشحات طبعا جون كان حلو جدا وخساره انه يعني بعيدا عن اي شيء بس خساره جون حلو زي كده يتحسب اوفسايد. انا حتى كنت كتبت ساعتها من الاهداف الحلوه قوي بالمناسبه يعني مؤمن زكريا ربنا يشفيه كان جاب جون حلو قوي مع منتخب مصر في ليبيا كانت مباراه وديه في اسوان، كرة جات له كده لو تفتكر جون فان باستن في نهائي اليورو اللي هو لعبها فيرست تايم كده من الجناح الزاويه الزاويه اللي هي اقصى اليمين، هو جات له في اقصى اليمين وراح لعبها فيرست تايم في فعلا. ف
فسقطت في مرمى ليبيا، كان هدف حلو قوي اتلغى وما كانش كمان اوفسايد. فده كان الاهلي قدام سموحه الطريقه المفتوحه، الفرقه اللي عندها وكمان سموحه عندها مهارات وعندها سرعات، لكن الاهلي قدر يتعامل معاها. المقصه من الفرق اللي عندها توازن الى حد ما، يعني ما لعبش بطريقه مقفوله قوي وما لعبش كمان بهجوم بطريقه مفتوحه زي سموحه، اذا ده فريق متوازن الاهلي قدر برضه يتعامل معاه ويكسب فوز كبير ويتالق محمد شريف وغيره وغيره وغيره. مباراه بيراميدز مهمه للنادي الاهلي ومن مصلحه النادي الاهلي ان هي كانت اول مباراه، لان الاهلي افضل مباراه اداها من وجهه نظري في الاربع مباريات فنيا كانت مباراه بيراميدز. وعلى الرغم من ان الاهلي ما كسبش المباراه دي، لكن فنيا انا كنت شايف الاهلي افضل بكتير 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 حتى من ثلاث مباريات، اذا يعني لو ما كانش افضل على الاقل ما كانش اقل من مثلا المباراه اللي كسب فيها سموحه 4 او المقصه 4، لكن هو طبعا في ظروف وتوفيق وعدم توفيق وغيره. فيمكن الشوك دي لما بتيجي في وقت ما اللي هو انت بتبقى داخل مباراه كبيره، مباراه بيراميدز، وهدفك ان انت تكسب، وبيبقى عندك حاسس ان انت افضل في الملعب والطبيعي ان انت تخرج كسبان وما تعرفش تكسب، الشوك دي بيبقى محتاجها اللعيبه في الاوقات الصعبه اللي قبل مباراه كبيره زي مباراه النهائي. رب ضاره نافعه. الصدمه دي اللي خلت الاهلي يكسب المقاولين وسموحه والمقصه باستحقاق، ودي والحته دي او اللي هو اقف على الارض يعني لسه لا انت ممكن يا اهلي ممكن في فرق ما تعرفش تكسبها حتى لو انت افضل، ممكن تعمل فرص وتبقى الافضل وما تسجلش، فلازم كل تركيزك كلاعب مهاجم وسط مدافع واتيفر انت مركزك ايه، لازم تستحضر تركيزك طول الوقت وما تتخيلش ان انت هتكسب في اي وقت. الحته دي جت من مصلحه موسيماني ومن مصلحه اللعيبه قبل مباراه كايزر تشيفز، لان الطبيعي النادي الاهلي طبعا هو المرشح وكل الناس بتتكلم ميديا حتى في جنوب افريقيا مش بس ده اللي مخوفني والله يا دكتور وليد. ما هو عشان كده الاهلي كان محتاج تعادل بيراميدز ده علشان يعرف انه مفيش حاجه مضمونه وكايزر تشيفز تنزل تلعب وانت مركز بنسبه 100% علشان تقدر تكسب حتى لو انت الافضل في كل شيء. فانا بالنسبه لي كانت فتره موفقه جدا للنادي الاهلي بكل نتائجه حتى التعادل قدام بيراميدز. انا مش قادر افهم الفرقه دي، يعني الفرقه دي ارقام على مستوى الارقام ارقام ضعيفه جدا، مش ممكن تتخيل انه فرقه عندها الارقام دي هي اللي واصله لنهائي دوري الابطال، وده في حد ذاته برضو مؤشر يحطه قدامك ريد لايت. لازم تفهم ايه الموضوع، في لمبه حمراء ازاي فرقه تلعب 180 دقيقه دفاع ويضغط عليها فريق بحجم الوداد على ارضها وبره ارضها، هجوم ساحق مستمر وما يسجلش فيهم ولا جون، وهم من كره واحده يروحوا يجيبوا جون يوصلوا بيه للنهائي. ازاي فرقه زي دي تكسب 4 على ارضها فريق زي سيمبا وترجع كادت ان تخسر بنفس النتيجه بالظبط؟ كان يعني برضو ضغط شامل سيبهم 4 في دور المجموعات صحيح ما عرفش يصعد صحيح. ولما اجي بص كمان يمكن هنستعرض معاك بعض الارقام الخاصه بالمشاركه المحليه، يعني يمكن المشاركه المحليه كمان اسوأ بكتير جدا فعلا، تقول انه الفرقه دي لا مش يعني في حاجه غلط الموضوع. شوف الفرق اللي زي دي، خلينا نتكلم عن كايزر تشيفز تحديدا، بلاش كلام عام. يعني كايزر تشيفز عنده حتتين، اولا طبعا التوفيق كان مصاحبه، خلينا يعني نتفق ان حتى تحديدا في مباراه الوداد التوفيق كان مصاحبه جدا، وصعوده على حساب الوداد ما كانش هو نقدر نقول انه صعد صعود مستحق، هو خطف جون في مباراه كازابلانكا وقدر يحافظ عليه لنهايه المباراه وعلى ارضه تعرض يعني لهجوم كاسح ومع ذلك لم يستقبل اهداف. لكن كايزر تشيفز من الفرق اللي بتعتمد على بعض التكات الفنيه في خلال مبارياتها، اذا الفريق اللي قدامها قدر يوقف اذرع الاخطبوط القويه هيقدر بسهوله يقتحم هذا الفريق، يشله هجوميا ودفاعيا وتقدر بسهوله تقتحمه. ده اكيد بيتسو موسيماني، احنا هنتكلم ايه هي نقاط القوه. طب تاجلي نقاط القوه ونقاط الضعف، تعالى نشوف ارقامه نبتدي بايه، تحب تبتدي بايه؟ يلا بينا مثلا نشوف، خلينا نخلص من الدوري الاول نشوف عمله ايه الدوري المحلي. تمام، نشوف ارقام كايزر تشيفز في الدوري المحلي. طبعا ارقام صادمه، يعني هم لعبوا 30 مباراه لحد دلوقتي، هم الثامن في الدوري، عندهم 36 نقطة. أنا كان يعني هم طبعا يعني يمكن كانوا قبل كده دايما بحس إنه أورلاندو بايرتس، كايزر تشيفز، سان داونز، دول
اهلي زمالك اسماعيلي طبعا انا مصمم على الاسماعيلي حتى رغم انه مستواه متراجع بس هو طبعاً. يظل واحد من الثلاثه الكبار هو الاسماعيلي على يعني دارج على لساننا دايما يعني نتمنى صحيح. طبعا انه يرجع نتمنى ان شاء الله طبعا طبعا ليهم طبعا هم الترتيب الثامن في الدوري ليهم 36 نقطه من 8 فوز و10 هزيمه و12 تعادل واحرزوا 34 هدف وعليهم 37 هدف حتى حصيله اهدافهم بالماينس ده 37 هدف ده يعني ده في 30 مباراه يعني معدل اكتر من هدف اكتر من هدف في كل مباراه هدف وربع تقريبا بالظبط فطبعا دي ارقام ستيوارت باكستر المدير الفني بتاع هو ده بقى نقطه التحول ما زي ما بقول لك في اوقات زي ما عمل توماس توخيل مع تشيلسي يعني قبل وصول توخيل مع تشيلسي تشيلسي مع لامبرت كان رايح في داهيه يعني كان سيء جدا بيقدم مستويات خصوصا دفاعي هم هجوميا كان لحد ما ليهم شكل لكن دفاعيا فعلا كانوا مخترقين وبداوا يروحوا بقى المركز 9 و10 ويبعدوا حتى عن التاهل لليوروبا ليج توخيل عمل توخيل معجزه عمل بس ايه هو يعني اعتمد على قدر يطلع من اللعيبه افضل ما عندهم هو ده ملخص الموضوع ستيوارت باكستر عرف يطلع من لعيبه كايزر تشيفز افضل ما عندهم راجل بيروح لما بيلعب في مباراه قدام فريق اقوى منه خارج ارضه بيروح يلعب 3 5 2 وما عندوش مشكله خالص واقرب كمان ل 3 6 1 اللي هو ستاره دفاعيه قويه وانت بقى يعني هاجم براحتك وريني شطارتك مصدر قوتي انا ايه ككايزر تشيفز هنتكلم عنها الكرات العرضيه فانت في عندك زي ما برضو توماس توخيل عنده سرعات وعنده مهاره في ميسون ماونت عنده مهاره في حكيم زياش فعرف يعتمد على الهجمات المرتده يقفل برضو دفاعه بشكل صلب جدا ويعتمد على الهجمات المرتده هي دي نقاط التحول اللي بتغير شكل موسم فريق لو طب انا مش هتكلم عن نوركوفيتش دلوقتي خلينا نروح لمشوار الاهلي وكايزر تشيفز في دوري الابطال نعمل مقارنه سريعه كده بالارقام نشوف الاهلي عمل ايه في مشواره عشان يوصل لغايه النهائي والناحيه الثانيه كايزر تشيفز عمل ايه برضو عشان يوصل النهائي طبعا الكايزر تشيفز لعب مباراتين اكتر من الاهلي باعتباره لعب الدور التمهيدي أيوة. الاهلي لعب 12 كايزر تشيفز لعب 14 الاهلي فاز في 8 مباريات وكايزر تشيفز فاز في 6 مباريات الاهلي تلقى هزيمه واحده وكايزر تشيفز تلقى هزيمتين الاهلي تعادل 3 مباريات وكايزر تشيفز تعادل 6 مباريات طبعا الفارق الهجومي كبير جدا لصالح النادي الاهلي 23 هدف احرزهم الاهلي في مقابل 12 هدف بس احرزه كايزر تشيفز الاهلي معدله يقترب من الهدفين في المباراه لكن معدل كايزر تشيفز يعني اقل من هدف في المباراه الاهلي استقبل 6 اهداف وكايزر تشيفز استقبل 9 اهداف وبرضه واضح ان القوه الدفاعيه يعني تصب في صالح الاهلي انت نسبه الفوز عندك 75% او 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 تلتين يعني 67% مثلا تمام. هما ما عدوش 50% بالظبط صح بالظبط انت لعبت 12 مباراه احرزت فيهم 23 هدف يعني تقريبا بوقع هدفين كل مباراه هما لعبوا 14 مباراه سجلوا 12 هدف يعني اقل من هدف في كل مباراه بالظبط وخلي بالك ال 12 هدف دول تلتهم في مباراه واحده قدام سيمبا وبقيت ال 13 مباراه الثانيه كان فيهم 8 اهداف بس صحيح فدي بقول لك يعني احصائيات تبين لك ان الفريق بيعرف من اين تؤكل الكتف والتوفيق كان معاه وخلينا برضو مشوار كايزر تشيفز بشكل عام حاجه وزي ما انت برضو الملاحظه اللي انت قلتها ستيوارت باكستر لما جه عمل لان ستيوارت باكستر جه على مباراه الوداد فالراجل ده برضو حط التاتش فما تتعاملش مع كايزر تشيفز نسخه كايزر تشيفز قبل الوداد غير نسخه كايزر تشيفز تقصد بعد ده الوداد طبعا طيب. طبعا مدرب ليه خبرات ومدرب ليه تجربه ويعني احنا معانا احنا كمصر كمان ذكرى سيئه للاسف لانه خرج منتخب مصر من كاس الامم الافريقيه مع منتخب جنوب افريقيا مع منتخب جنوب افريقيا انا كنت في الاستاد في اليوم ده كان يوم صعب انا كنت واخد الولاد بقى ورايحين نكسب جنوب افريقيا كده يعني يلا. كان يوم صادم جدا جدا ومرهق جدا طيب نروح لكوره كايزر تشيفز الاهلي هيخلص طار منتخب مصر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وحطوها في الاعتبار دي زودوها على الدوافع زودوها على الدوافع عايزين زود عندك واحد ننسى اللي فات ده طيب نروح نشوف كوره كايزر تشيفز مع دكتور وليد المعدل العام لتحليل الطريقه والاسلوب اللعب والاستحواذ كل دي ارقام برضو تقول لنا كوره كايزر تشيفز هم دايما يميلوا للكره بما ان طريقتهم الدفاعيه يعني المرتدات والكره السريعه يمكن تكون الابرز نقرا الارقام
الخاصه بكره كايزر تشيفز مع حضرتك دكتور وليد. اه طبعا ده ممكن يدينا شويه كمان معدل او مؤشر لشكل طريقه اداء كايزر تشيفز. هم معدل استحواذهم في المباريات 48%، واضح ان هم بيسيبوا الكره اكتر للفريق اللي قدامهم، ولما بيمتلكوا الكره بيتحولوا للهجوم. معدل الفرص الصحيحه 1 من 5، يعني من كل 5 فرص عندهم في فرصه اون تارجت بيعرفوا يوصلوا بيها للمرمى. معدل الاهداف المتوقعه 1.36%، وزي ما شرحنا قبل كده ان معدل الاهداف المتوقعه، عشان في بعض الناس بتسالنا يعني ايه اكسبكتد جولز او اهداف متوقعه، الكمبيوتر التحليلي بيحلل كل الهجمات اللي عملها الفريق في مباراه ما، وبيشوف كم هجمه من هذه الهجمات كان ممكن تنتهي بهدف محقق بغض النظر عن عدد الاهداف الفعليه. وما عندهم معدل 1.3 هدف في المباراه. وهم ما يعرفوش يوصلوا للمعدل ده، وده برضو يديك انطباع ان هم ما بيقدروش يترجموا كل الفرص بالشكل بالمتوسط المقبول يعني. الاهداف طبعا عندهم تقريبا هدف في كل 46 دقيقة، ومعدل التصويب على المرمى من كل 11 تصويبة في 4 تصويبات بتروح على التارجت. بس عندهم خلي بالك ان الاثنين اللي بيصوبوا يعني معدل ده، معدل التصويب ده من كل اللعيبة، لكن عندهم الاثنين المهاجمين وخصوصا نوركوفيتش من اللعيبة اللي بتصوب حلو. وكاسترو كمان بيصوب حلو. يعني من الحاجات اللي لازم خط دفاع وسط الاهلي ياخد باله منها. المعدل طبعا الشباك النظيفه عندهم 17 مباراه بشكل عام. يعني بشباك كل المسابقات التمريرات الطوليه عندهم بمعدل 39 تمريره في المباراه. معدل العرضيات 13 عرضيه كل 554 دقيقه. العرضيات من الجهة اليمين 6 والجهة الشمال 7، لكن الجهة اليمين مؤثرة أكتر من الجهة الشمال. يعني أقل ولكن أعلى تأثير. بالضبط، هي أقل. فروزلر من الباك اليمين بتاعهم بيدافع كويس، يعني بيلتزم كتير في الجانب الدفاعي، لكن لما بيتقدم بيعمل شغل كده قريب من اللي بيعمله علي معلول، اللي هو الكرة العرضية رايحة لراس المهاجم. وكمان نوركوفيتش بيستقبل، بيعرف يستقبل. انت عارف احيانا المهاجم بيعرف ياخد العرضيه من ناحيه اكتر من ناحيه، فيه هي بتبقى عدل الجسم او تكنيك لعب. فنوركوفيتش بيعرف يستقبل العرضيه من الناحيه اليمين افضل من استقباله لما بيكون واخد الاتجاه الشمال، ودي برضو يعني ستايل لعب. عشان كده في ده يديك برضو شويه نقاط كده لازم لعيبه الاهلي، واكيد اكيد طبعا درس كل ده بيتسو موسيماني، وعارف يوقف مين لمين خلال الماتش. لو خطوره كايزر تشيفز تساوي 100 وشلنا منه سمير نوركوفيتش، خطوره كايزر تشيفز تساوي كام؟ طيب ما تشيل نوركوفيتش ومعاه كاسترو. احنا نشوف كاسترو 50 50. ولو خطوره برضو كايزر تشيفز تساوي 100 وشلنا كاسترو 25 كمان. 25 كمان، يعني انت شايف ان دول القوى الضاربه ليه؟ في كايزر تشيفز طبعا، لان هو شكل ادائهم الناس دي بتلعب عرضيات حلو. ف طول مين اللي بيستقبل العرضيات؟ هم الاثنين رؤوس الحربه، وطبعا على راسهم نوركوفيتش. فاذا انت قدرت تحرم الفريق من الاله التهديفيه اللي بتهدف براسها كويس واللي واقفه متمركزه وبتستقبل اي عرضيات، فانت كده خلاص خدت منه مصدرك. وعارف انت شمشون لما تقص له شعره في الاسطوره المعروفه يعني، فبيفقد كل قوته. فهو هذا الشمشون هو شعره نوركوفيتش. فاذا انت قدرت تتحكم، عشان كده ارجع تاني واقول بدري بانون من المدافعين اللي هيكون عليهم، او من اللاعبين بشكل عام اللي هيكون عليهم دور كبير جدا، لانه من افضل لاعبي الاهلي في التعامل مع الكرات العرضيه. فلازم يكون ليه دور. قد يفكر بيتسو موسيماني في انه يحط ياسر ابراهيم بدل ايمن اشرف عشان فرق الطول لصالح ياسر ويعرف يتعامل مع عرضيات. ممكن ده يكون يعني احتمال من افكار موسيماني، وان كان ايمن اشرف حتى مع انه مش طويل لكن عنده التيك اوف حلو جدا وبيعرف يلعب براسه كمان. لكن زي ما بقول لك هي دي معطيات المباراه، ان فريق بيلعب عرضيات. انجلترا من اكتر جابت 5 اهداف لحد ما وصلت للمباراه النهائيه بالعرضيات، ماجواير وهاري كين بيعرفوا يلعبوا عرضيات كويس. فاذا قدرت تحرمهم من العرضيات وتقف وتطلع الكوره كمدافع بشكل كويس، فانت كده حرمتهم من نص قوه. احنا ما نوصلهمش العرضيات اساسا، هو ده يبقى قفلنا البوابه. هو ده خالص. هو ده. ونوركوفيتش انا على فكره انا بحس يعني احساسي انا بحس كده انه اللعيبه دول عاملين زي الحصنه فصايل، في ستايل بيبقى تقول
من فصيله واحده. انا بحس انه سمين نوركوفيتش مع فرق المستوى بس حدش يمسكها ويقعد. شكل التكنيك تقصد؟ اه شكل التكنيك والستايل وطريقه اللعب وجري وطريقه الجاريه والامكانيات الجسمانيه بحسه ابراموفيتش بس على صغير. اه الى حد ما شبه في ستايل لعب كبير كده. اه بس بس طبعا مع فرق الامكانيات يعني هو ابراهيموفيتش بتاعهم يعني بتاعهم اللي هو مستوى ابراهيموفيتش ليهم بالظبط. لا هو طبعا لعيب خطير جدا والاهلي كان يمكن بعض الصحف جنوب افريقيا ربطته بالنادي الاهلي في وقت من الاوقات. مهاجم ممتاز وهو زي ما اتكلمنا هو مصدر القوه ومصدر الثقه الهجوميه للفريق الازرق. فهم اذا انت حتى معنويا اذا لقوا هذا النجم والستار بتاعهم بعيد عن الفورمه او منفصل عنهم. واحنا بنتكلم عن نوركوفيتش نشوف بعض الارقام نشوف اللعيبه بقى بتاعتنا يعني لعيب كده تقول لنا كده قرايتك بما ان احنا هندخل في مواطن القوه ومواطن الضعف نشوف احسن حد بيعمل كل حاجه بالظبط كده بالظبط. طيب طبعا سمير نوركوفيتش اللي بنتكلم عنه من شويه كتير هو الهداف احرز 3 اهداف معاهم في البطوله. اكتر واحد صوب هو برضه نوركوفيتش 5 تصويبات على المرمى من 18 تصويبة. التمريرات بيرنارد باركر عنده 77% نسبة تمريرات صحيحة. ده أفشى بتاعهم. اه أفشى بتاعهم. هو فعلا بتاع. صانع اللعب بتاعهم باركر. هو أحيانا بيلعب وعلى طول بيرمي لقدام يعني في لعيبة تاخد الكرة ترجع لورا ده يمكن على طول باصص لقدام. بص هما خلينا نكمل ارقام الاول اتفضل وبعدين اتفضل ندخل على الملاحظات الفنيه. التمريرات البينيه برضو بيرنر بيركر 16 تمريره. المراوغات الصحيحه برضو باركر 20 يعني مراوغه صحيحه من 38 محاوله ودي على فكره نسبه حلوه. أوكي. بالنسبه للمراوغات دي نسبه هايله جدا. تمام. الاستخلاص الكوره من ملعب الخصم. نيجي بقى الكاردوزو اللي برضو محتاجين نتكلم عنه شويه لانه ده مهم جدا. دانيال كاردوزو ده مساك بيلعب في طريقه 3-5-2 مساك بيستخلص الكوره افضل. المساكين بتوعهم كلهم بيلعبوا برجلهم اليمين المعلومه برضو. بيلعبوا باليمين الثلاثه بيلعبوا فعلا باليمين فعلا صح فعلا. بس كاردوزو ده حاله كده بيبني عليها باكستر التكتيك بتاعه هنتكلم عنه لما نخلص. تمام. الهجومي كمان مش بس الدفاع. الالتحامات الهوائيه طبعا بيرجع لنا نوركوفيتش ب 45 نجاح من 106 محاوله التحام هوائي. والعرضيات فروزلر اللي كنا بنتكلم عنه 28 عرضيه من الناحيه اليمين. والتمريرات الطويله اهو بقى ظهر دور كاردوزو بنون بتاعهم. بنون بتاعهم بالظبط كده. هو باكستر لما مسك الكايزر تشيفز لقى عنده نقطتين قوه. ايه هما؟ لعيب بيلعب براسه حلو قوي ان هو سمير نوركوفيتش فراح حاطط له فروزلر الباك اليمين اللي بيرفع عرضيات حلو. قال له انت كل دورك انت بتدافع لكن لما الكوره معانا في حاله الهجوم انت هتتقدم وترمي على الراجل ده. دي ستايل هجومي. الستايل الثاني عنده لعيب بيعرف يعمل البيلد اب من تحت حلو بيعرف ياخد الكوره ويتقدم. على فكره كاردوزو المساك ده كتير جدا في المباراه بيسيب خط الدفاع وينضم يبقى لاعب وسط ثالث او ثاني لان هم 3-5-2 بيلعبوا بديفندر دفاعي واحد يعني ثابت. احيانا هو كمان بينضم ودي بتعمل ثغره. هو بيحب يتقدم بالكوره وبيحب يكمل وعنده كده ملكه انه عايز يروح ويمرر. هو بيبني حلو وبيمرر حلو بيروح يدور على باركر ويديله الكوره وباركر يلف يشوف كاسترو او نوركوفيتش ويديلهم البينيه او يرقص ويشوط او فهي دي طريقتين الهجوم اللي بيعتمد عليهم طبيعي في الظروف الطبيعيه اللي بيبتدوا بيها المباراه. خليني اسالك لو تابعت او شفت ماتشات ليهم اضطرتهم فيها الظروف انه يتخلوا عن الطريقه الدفاعيه لان هم لازم يعوضوا او لازم يكسبوا او اتاخروا بهدف او اتنين وبالتالي ما عندهمش حاجه يخسروها فبيطلعوا بيسيبوا منطقتهم ويبتدوا يتحركوا بينهاروا. عايز اقول لك بينهاروا تمام بيتحولوا لفريق درجه ثانيه. لما بتخطفهم بدري بينهاروا تمام. الوداد عمل معاهم كده خطفهم بدري وكسبهم 4. سيمبا عمل معاهم كده خطفهم بهدف بدري وجاب 3 وكان ممكن جدا يجيب 4 و5 لو امتدت المباراه. مظبوط. فهم يعني هذا الكيان بيفضل صامد امامك لحد ما تهتز شباكه. بمجرد اهتزاز شباكه زي ما بقول لك كاردوزو ده بيسيب الدفاع خالص وبيروح يلعب خط وسط وبتتفتح المساحات. فروزلر ده كمان بيسيب الباك اليمين ويتقدم خلاص بقى هو كل دوره ان هو يعمل عرضيات عشان يحاول يعوضه. فالتوفيق وضغط الاهلي وهنا قفشه برده ليه دور مهم لان قفشه موسيماني استخدمه قدام الوداد في هذا الدور لما كان في شاف خط دفاع الوداد بيتقدم بالكوره كتير فكان دور قفشه ان هو يضغط يضغط وفعلا من اول 5-6 دقائق ضغط قفشه وخد الكوره وخلص.
حسام البدري، كابتن حسام البدري مدير فني المنتخب، شاف الحته دي في قفشه فعرف يستغله في ماتش توجو في ماتش كينيا، وبرده قدر يعمل نفس الحكايه دي ويهدف من الضغط على المدافع واستخلاص الكوره. فاذا قفشه قعد لكاردوزو زي ما زيدان عملها مع سونج كده، سونج وزيدان طبعا طبعا، بس دي حتى كانت في لعبه يعني كان متكعبل فيها شويه وكان لسه بيحاول يبص، بس هي ضغط زيدان اللي غلطته يعني خليته ضرب. طيب خليني اسالك على ستيوارت باكستر المدير الفني، وبالمناسبه يمكن ستيوارت باكستر احتمال كبير ما يحضرش المباراه من الملعب، يعني يحضر من المدرجات، ده حصل مع الوداد. المعلومات اللي عندنا لغايه دلوقتي ما جالوش التصريح العمل الخاص بيه، وبالتالي في احتماليه انه ما يكونش موجود في ملعب المباراه. ستيوارت باكستر ازاي بيفكر في مواجهه النادي الاهلي؟ هو مدرك تماما حجم النادي الاهلي وقدراته وخطورته وخبراته ورصيده كل ده، ومدرك تماما انه بيتسو موسيماني المدير الفني كاشف كل اوراق كايزر تشيفز، لانه بالتاكيد واجه الفرقه دي اكتر في اكتر من مناسبه، حافظ اللعيبه وعارف مواطن القوه ومواطن الضعف. ازاي ممكن يكون بيفكر؟ هل يحط سيناريو منطقي، سيناريو تقليدي، سيناريو متوقع، ولا من الوارد، وده اللي كنت بسأله لك في الاول، قلت لك هاجي لك بقى لو عند نقطه الضعف ونقطه القوه، وارد انه يبتدي بطريقه مفاجئه لمستر موسيماني؟ فكره انه يبقى عنده مبادره او مفاجاه فكره مستبعده بنسبه 95%، لان ستيوارت باكستر من المدربين اللي مش مغامرين بالشكل اللي احنا متخيلينه. زي ما بقول لك هو مدرب واقعي جدا من المدرسه الاسكتلنديه الانجليزيه الواقعيه، اللي هو انا عندي امكانيات معينه هلعب على قدها ومش هحاول اخرج خارج الاطار تماما. هو كل اللي هيلعب بيه قدام النادي الاهلي اولا فكره انه يوصلك لحاله الملل، ويوصلك انه يخرجك عن تركيزك بانك مهما تحاول انا عندي الجدران الدفاعيه بتصد اي محاولات، لحد ما النادي الاهلي يجي في الوقت اللي هو مستنيه، واللي ان شاء الله مش هيحصل باذن الله، اللي هو انت هتمل فتفقد تركيزك فتفتح في وقت ما، فيقدر هو يخطف بالطريقتين اللي هو بيعملهم. برضه هو ما عندوش غيرهم، لان هي دي امكانيات فرقه، هو مش يعني ما عندوش لكريستيانو رونالدو ولا عنده هاري كين ولا عنده يعني ما عندوش اوراق تغير له التكتيك بتاعه، هو عنده الحاجتين دول، انه هيحاول علي معلول، هو عارف ان علي معلول بيتقدم وعنده يعني شخصيه هجوميه كبيره جدا، وبطبيعه لعب الاهلي علي معلول دايما بيكون طاير في الناحيه الشمال، هو يستغل انه قد في مره يكون فيها في ثغره في الحته دي فيقدر يلعب منها عرضيه او اختراق على ناركوفيتش اللي هيكون هو الوحيد المتمركز في خط الهجوم. يعني خلينا نلخصها في انه هيبني خطته على يحاول يخطف ويجري، يعني بالزبط. زي ما عمل مع الوداد، وكمان فكره الخطف محاولته للخطف مش هتبقى بدري، صحيح. هتتاخر كتير جدا. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا واسعدتنا كالعاده دكتور وليد، بستمتع دايما بوجودك معايا في سلسله. شكرا، وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نحتفل بقى بالعشره الاهلاويه، ولقب جديد يضاف ان شاء الله، رصيد النادي الاهلي ورصيد كمان مصر في البطولات الافريقيه، ويكون يعني النادي الاهلي هو جناح او يعني نسر الكره المصريه في القاره الافريقيه كالعاده. ان شاء الله باذن الله. في اللحظات اللي بنكلم حضراتكم فيها اللعيبه نزلت من اوضها واتجهت لقاعه يعني قاعه داخل الفندق عشان يحضروا المحاضره الفنيه امام، طبعا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي قدامنا كده اللعيبه متوجهه للمحاضره الفنيه اللي هيقولها مستر موسيماني، طبعا هتبتدي دلوقتي، يمكن كابتن سيد لسه بيفتح بابه واللعيبه كلها هتبتدي تدخل. محاضره هتستمر لمده نص ساعه، وبعد كده هتروح الفرقه كلها عشان تبدا اولى تدريباتها في المغرب بقى استعدادا لمواجهه السبت ان شاء الله. صوره الرجاله اللي قدامنا ان شاء الله باذن الله موفقين ومنصورين. الحقيقه ما عنديش شك انه في اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها جماهير نادي الاهلي في كل مكان مطمنه على فرقتها وواثقه فيها جدا، واثقين في امكانياتنا، واثقين في قدراتنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وواثقين جدا 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 في جهازنا الفني بقياده مستر موسيماني. وان شاء الله باذن الله قلت لحضراتكم كل ما يتعلق بكره القدم يصب في مصلحه النادي الاهلي، يبقى التركيز والجديه والتوفيق، دول العوامل الفارقه اللي ان شاء الله باذن الله تكون معانا وتكون في اعلى مستوياتها، نتمكن ان شاء الله باذن الله
من حسم البطولة، وإن شاء الله نتقابل مع حضراتكم بإذن الله في الأسبوع الجاي نبارك ونحتفل بالنجمة العاشرة وتتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. بشكر دكتور وليد مرة تانية على وجوده معنا، كل سنة وحضرتك طيب. الأسبوع الجاي طبعا هنحتفل الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري كله يحتفل بعيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين، وأشوفكم على ألف خير إن شاء الله بإذن الله مع بداية أسبوع جديد في السادسة. تحياتي لحضراتكم.